حضراتكم أو السادة أصحاب الرؤى على السوشيال ميديا علقوا على الموضوعات دي إزاي؟ تعالوا نشوف عمار علي حسن مثلا. أول تعليق عندي من عمار علي حسن بيقول لك إيه؟ بيقول لك هل صرنا في فوضى بلا صراخ أو ضجيج؟ الناظر إلى حال الأسواق المصرية يرى هذا دون أن يبذل أي جهد، فأذان السلطة السياسية مفتوحة طوال الوقت على كل من يهمس ضدها صغيرا كان أو كبير، لكنها غافلة دوما عما يجري في المجتمع من انهيار غير معلن، إذ صار أغلب الناس يجدون صعوبة بالغة في الاستمرار على قيد الحياة. أي إدارة للبلاد يمكنها الحديث عن إمساك بزمام الأمر، بينما تجد السلعة الواحدة لها 10 أسعار في شارع واحد، بينها تفاوت كبير وبين اليوم والذي يليه يتضاعف السعر لأسباب كتير، منها أي إدارة هذه التي تركت الناس يتطحنون في صمت ولا يشغلها من الأمر سوى كتم الأنين وتعتبر هذا إنجازها الكبير؟ أي إدارة تلك التي تعتقد أن معادلة الاستقرار والاستمرار لا تزال صالحة؟ ده عمار علي حسن. نروح لجمال سلطان الصحفي. أستاذ جمال سلطان كتب في الموضوع وبيقول إيه؟ خمسة قادة أوروبيون معهم أرسولا فوندير المفوضة الأوروبية وصلوا القاهرة أمس. ما الذي يملك السيسي إعطاؤه لهم وهو يحكم بلدا فقيرا يعاني ويلتمس العون والمساعدات من الدول الصديقة والشقيقة؟ الجواب كان في كلمته عندما تعهد أمامهم بالتزامه بمكافحة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، أي توظيف جيش مصر وأجهزتها الأمنية كحارس على بوابة أوروبا الإفريقية لحماية رفاهية أوروبا ومجتمعها واقتصادها وأمنها من موجات الهجرات غير الشرعية، واستيعاب أكبر قدر منهم في أراضي مصر المنهكة اقتصاديا بدلا من رحيلهم إلى شمال المتوسط، باعتبار أن هجرتهم لأوروبا غير شرعية، أما هجرتهم لمصر فهي شرعية، وذلك مقابل 7.6 مليار يورو سيتم دفعهم له على مراحل، وهو المبلغ الذي وصفه إعلام أجهزة السيسي بأنه هدية، باعتبار أن الاتحاد الأوروبي وقف خيري بيوزع المليارات على الدول صدقة وهدية لوجه الله. باختصار، اتفاقية السيسي والاتحاد الأوروبي أمس هي أن يجوع الشعب المصري وتتواصل مأساة غرقه في الفقر والمعاناة والعوز من أجل رفاهية وأمان أوروبا ومعها رفاهية النخبة الحاكمة، بوضوح وبساطة زي ما قال لك جمال سلطان. طيب مجدي حمدان علق على الموضوع بيحاول يقول لحضرتك حقيقة الأمر، مش زي ما بيقول لك أحمد موسى وأصلحنا ده وجبنا جون لا 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 لا. تعال شوف معايا مجدي حمدان كتب وقال إيه. بيقول يا سيادة اللواء بلاش فكر السبوبة، أنت وزير نقل والنقل والمواصلات لخدمة المواطن، حتى لو تسبب خسارة مفيش دولة في العالم وسائل النقل بتحقق مكاسب، بلاش فكر الجباية اللي شغالين بيه بقالنا 10 سنين، بلاش العائد اللي مصدره جيب المواطن الفاضي، ينفع تبقى وزير نقل فقط. طيب في كمان محمود كتب على حسابه على فيسبوك على اكس وقال السحور النهاردة قروض ومنح، وفي نظري دي اكتر تدوينة معبرة، السحور النهاردة قروض ومنح والفطار بكرة ذل ومهانة، وبعد بكرة هنبيع مش عارف ايه، واللي بعده هنمد ايدينا ونشحت فين، وبعد كده هنقوم بدور سيء السمعة وسيء الصيت عشان نحبس الفلسطينيين او نمنع الافارقة انهم يهاجروا لاوروبا، ومش مهم بلدنا ولا حالها، المهم ان احنا نقدر نجيب اي مبلغ من المال عشان نسدد بيه التزامات السيد الزعيم، لان السيد الزعيم اهم من البلد، السيد الزعيم دلوقتي اصبح مستقبله اهم من مستقبل مصر، ومصلحته اهم من مصلحة مصر، وحياته اهم من حياة الشعب المصري، كل الشعب المصري، ده اللي احنا عايشين فيه، وكل يوم هتلاقي مسلسل جديد او حلقة جديدة في مسلسل فاشل وفارغ من النوعية دي. طيب نروح لمقال كتبه زياد بهاء الدين. دكتور زياد بهاء الدين كتب مقال مهم جدا، اين نحن بعد القرارات الاقتصادية الثلاثة؟ المقال طويل مش هقرا لحضراتكم كل المقال، بس هنحاول نشوف التفاصيل كده ايه، اجزاء سريعه تعرفك البلد رايحه لفين والاقتصاد المصري على فين. قال لك دعونا لا ننطلق في الاعتقاد بان الازمه زالت وان مشاكلنا قد حلت، الذي جرى ببساطه
شديدة أننا كنا على حرف الهاوية ولم يبعدنا عن السقوط فيها إلا صفقة رأس الحكمة واللجوء إلى واحدة من أكبر حزم الاقتراض التي عرفتها مصر مؤخرا. وإن كنت شخصيا قد رحبت بالإجراءات الثلاث فهذا لأنني كنت وما زلت أعتبر أنه لم يكن هناك مفر من اللجوء إليها. طيب نشوف تفصيلة تانية من مقال زياد بهاء الدين. ولكن يقلقني أن ما شاهدت وسمعت خلال الأسابيع القليلة الماضية لا ينم عن تغيير حقيقي في المسار، بل أراه معبرا بشكل ضمني عن استمرار ذات المنطق القديم. المنطق القديم بتاع السيسي اللي هو إيه؟ معانا فلوس نبني، معانا فلوس نعمل مشروع يعني خدمي اللي هو إيه؟ قطر، نوسع العاصمة الإدارية الجديدة. كلام فاضي. ولكن هناك حدود لما يمكن تحقيقه بالتدخل المالي الذي قد ينجح في كسب الوقت وفي إرجاء المشكلة ولكنه لا يواجه الأسباب الأصلية. تغيير الواقع هنا بقى بيقول لك الحل إيه من وجهة نظره كخبير اقتصادي، بيقول لك تغيير الواقع وإحداث نقلة حقيقية في الاقتصاد وتجنب الوقوع في ذات الورطة بعد فترة وجيزة بحاجة إلى نقلة نوعية في إدارتنا لاقتصاد الحقيقي، اقتصاد الإنتاج السلعي والخدمي، اقتصاد الصناعة والزراعة والسياحة، وهذا قطاع والحمد لله منتعش، والخدمات ونعم حتى التشييد والبناء، هذه هي مصادر الثروة والدخل والتشغيل والتصدير والتنمية، وبدون الانتباه إليها فلن تنجح الإدارة المالية إلا في تجنب السقوط في الهاوية مرة بعد أخرى حتى لا يعود هناك مجال باقي للمناورة والتصرف. وده اللي احنا بنقول عليه، إن إدارة عبد الفتاح السيسي فاشلة في إدارة الاقتصاد المصري. سياسة عبد الفتاح السيسي مش سياسة إنتاجية، إزاي نحل المشكلة من جذورها، لا، سياسة عبد الفتاح السيسي هي سياسة موتني حين النهاردة وموتني بكرة، هات لي قرض يا بيه عشان ما نقعش والبلد تنتهي، أو طلع الإعلاميين والسياسيين يبتزوا الخليج وقول لهم أنتوا من غير مصر ولا حاجة وهتروحوا في داهية وهكذا، وابدأ خوفهم وكل ما يدولك حاجة امشي بيها شوية، تخلص الحاجة دي ابتزهم بشكل آخر أو بيه حتة تانية وهكذا. إنما أنك تحل مشاكل الاقتصاد من جذورها، النظام ده ما عندوش البعد ده ولا عنده الرؤية دي ولا عنده الفهم ده.